احنا هون الحين بالمدرسه، مدرسه عدنان ماكي بخان شيخون، صرنا تقريبا سنتين مقيمين هون. المدرسه فيها 20-25 عيلي. المدرسه ما شافت شيء خالص، اي مساعدات انسانيه خالص. صار لها تقريبا من سنه ونص احنا ما شفنا شيء خالص، يعني ما حد جاب لنا درت مخصصه لقم ايام رمضان، يعني العالم ما تطبخ، العالم ما تاكل وتشرب، ما حدا عم يشوف شيء خالص، يعني العالم وضعها تحت الصفر. بالنسبه اكثر شيء على المساعدات الغذائيه بدها، طلبنا على المساعدات الغذائيه. ليش؟ لانه هلا وضع اكل وشرب وكذا، يعني العالم لو من موتها من جوعها ما تسكن بالمدرسه هون. مدرستنا يعني ما حد بيسكن بصف، ما في عالم، ما حد استاجر.